السياسية حاليا أنا أطمئن كل مواطن تونسي أن الإرادة السياسية حاليا موجودة، خاصة على نحكي على الموضوع هذا فيما يخص معالجة أزمة الشيك دو الرصيد. فما إرادة سياسية من أعلى هرم السلطة التنفيذية في شخص الرئيس قيس سعيد تحديدا على أنه يتم حل هذا الموضوع وهذا الملف تشريعيا بالقانون. أيوة. واضح. شيء الحاجة اللي كانت موجودة وتو ما زالت موجودة اللي هي تنشيو العكس، وهذه ناحية إيجابية، فما ناحية سلبية. لوبيات التي تتمعش من أزمة شيك دو الرصيد كانت موجودة، لا زالت موجودة، ما زالت كبرت. إيش معنى؟ شكون اللوبيات هذه؟ اللوبيات هذه شكون اللي تمعش ومستفيد من أزمة اللوبيات هذه؟ فيها الشبه الرسمي، فيها جزء يسير رسمي، وفيها جزء آخر عشوائي. نقول واحد عشوائي شنو هو؟ يعني فيني مواطنين عادي يتمعش من الأزمة، أصبح يساعدوا المسألة أنه شيك دو الرصيد يقعد الحالة التشريعية على ما هي عليه. كيف؟ مثلا اللي يعطيه فلوس فهمني بالفائض المشط في السوق السوداء، يعني مش منظم في النوار، يعطي فلوس باللانتيريس بلغة التونسي. هذا فهمني على ماذا يعتمد؟ على كمبيالة؟ يعتمد على شيك دو الرصيد. البنوك تتمعش من أزمة شيك دو الرصيد من خلال خطايا، من خلال هلم جر، تتماش كذلك. أصبحت فما فهمني عصابات إجرامية مالية منظمة تتاجر بأزمة شيك دو الرصيد. ناس أصبحت تشري في الشيكات، عندك شيكات أنت تاجر نتاع حرفاء، هات نشريهم عليك، هات ناخذهم عليك خلصك وبعدين نتصرف. تو نتصرف وش تصرف؟ شو يعمل؟ ولي شيك، ولي دور شيك من واحد لواحد، وانت الشيك تاعك تعطيه لفلان الفلاني تلقاه عند فلان الفلاني صبر.